هاي يا جماعة، من أسرار السفر اللي حابة أقولها لكم النهاردة إن إحنا بنعمل شوبينج في الأماكن اللي زي دي. متخيلين الحاجات دي؟ الأماكن دي بيطلع منها قطع لبس يونيك، محدش ما بتلاقوهاش في البراندات العالمية. فيلا بينا ناخد جولة في المكان. شايفين اشتريت الأيام اللي فاتت شوية حاجات هنا تحفة، حباها جدا ومبسوطة بيها وبستخدمها وفرحانة بيها. ادي اشترى شوز كلاركس اوريجينال من هنا ب 200 بيسوس. اشتريت كل البيكينيز بتاعتي وتيشيرتات اليوجا وكل حاجة، يعني هنا اسعار خطيرة ب 50 بيسوس و 100 بيسوس. شايفين ده كله مايوهات، هم مقسمة مايوهات، جزم، شباشب، حريمي، رجالي، تيشيرتات رجالي. اشتريت من هنا التيشيرت الالوان اللي وريته لكم، هبقى احط لكم صورته، ولبس حريمي، لبس حريمي اي ثينك اللي هناك ده لبس اطفال. بصراحه حبيت حبيت حبيت. يلا بينا نعمل شوبينج بسرعه قبل ما ادي. شايفين حاجات اللي هي بتاعه التنكريه بتاعه الاطفال، جميله. انا بجد بتبسط هنا يا جماعه جدا. شايفين بناطيل الاطفال؟ ده كله لبس اطفال. ادي قاعد في البيتش باجي مستنيني على في كام قطعه كده محتاجاها لبس يوجا. شايفين بجد الحاجات دي بتبقى شكلها حلو قوي في اللبس. انا مبسوطه. ليلو لما بتسافروا بتروحوا تعملوا شوبينج؟ انا عارفه ان معظم الناس لما بتسافر عشان ثلاث حاجات، تعمل شوبينج وتاكل في اماكن فانسي او مطاعم حلوه، وثالث حاجه تزور ثالث حاجه في الاخر بتزور المكان. بس اهم حاجه الشوبينج والاكل، بعد كده المزارات. فقولوا لي انتوا لما بتروحوا تسافروا بتحبوا تسوقوا في تركيا؟ طبعا اللبس جميل جدا ورخيص، بس شايفين جنسات جنسات، وفي لبس بقى المودست العادي اللي انتوا حاطين حاجات متغطيه، وفي حاجات لانجري كمان هنا. شايفين ده مايوهات اي ثينك. شايفين لليوجا مع البرا بتاعته جوه، شكلها حلو قوي دي. شايفين والله يا جماعه قطعه عالميه، يعني شايفين الديتيلز. ولو سألت هيقولي بـ80 بيسوس. انا عاجبني قوي الانترنال برا، وشايفين الستراب بيس اوف ارت. هسأل ادي لو ينفع اخد حلوة عليا ولا لا، حاجات اكتر. طيب بصوا يا جماعة وقولوا لي رأيكم. شايفين دي نايكي؟ انا بصراحة مش عارفة هو اوريجينال ولا لا، بس شايفين القطعة يعني خطيرة، انا عجبتني قوي. وبعدين بصوا بقى الانترنال برا، القطعة الداخلية اورنج. بصوا بقى من ورا، شايفين للتهوية، يعني اسعار خيالية. وتروحوا تصرفوا في البراندات على ايه؟ مش فاهمة. انا متأكدة هيقولي 80 بيسوس، هعرف الاسعار واقول لكم. شايفين يا جماعة الجمال؟ الشورت جواه ديتيلز. طب والنبي قولولي، بس ده سمول يعني صغير قوي وقصير قوي بزياده، بس الديتيلز حبيتها، جميل قوي. عشان كده لازم تخسوا تبقوا فت عشان كل حاجه. هو ده صغير يعني، هو انا فت بس ده صغير قوي عليا، او هيبقى لا هيبقى الوسط صغير. وهنا شايفين الشورت ده كياده، انا عايزه اشتري حاجات كتير من هنا. شايفين اللون جميل، وايه حاجات خطيرة. وشايفين يعني الناس هنا اجانب وعادي، بس معرفش ده مسلح ليه، هيبز او بوغو ستايل. بنوه لو رجالة سيبوا الفيديو دلوقتي. شايفين البوتوم ده، البنتي ده اللي هو الهاي ويست عشان يشد البطن. والله يا جماعة هو كبير طبعا عليا، وانا مش محتاجة اشد بطني لان انا بشدها بالرياضة، بس لو حد شوية. شايفين اللمعة والكواليتي سوفت جدا عشان يغطي البطن، يعني لو واحدة مقاسها كبير شوية تلبس ده يظبط لها الدنيا كأنه كرسي. لمحبين التيشيرتات، حركة على التيشيرت بامكن والكواليتي فظيعة. شايفين يا جماعة البرا دي لما هما يعني بتتلبس كده لوحدها على بنطلون جلد او جيبة فلافي، كيوت 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 كيوت. عجبني اللي هي شايني كده وجميلة، دي مقاس اطفال اكس سمول. بصوا يا جماعة جمال السكيرت، اعتقد سكيرت ايوه،
في حاجة تحتها سكيرت كيوت. كل حاجة هتلاقوها بس لو عندكم صبر بقى وتقعدوا تنقوا وتدوروا. يعني شايفين الكواليتي والله يا جماعة تحفة 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 تحفة. اعتقد ان هي ابسط دامية هي فوق تحت. الخيمة يعني والله يا جماعة يعني صوفت. انا لو عليا هشتري كل حاجة بس بحاول اشتري الحاجات الاكتر حاجة بيزك قوي. بس الكولر جميل شايفين شايفين الميودة. بس ده سايز كبير جدا بقى لو انتوا بتحبوا تروحوا شاليهات وتروحوا المصايف تلبسوا ده. لو بنات بقى طلعين لوحدكم طبعا احنا هنا الدنيا عادي والناس لذيذة يعني بيلبسوا اللي هم عايزينه. شايفين الكواليتي انا حبيت انا حبيت. طبعا مقاسات كلها موجودة مقاسات يعني شايفين شايفين الالوانات تحفة. يعني ان انا جاية في الترابيزة بتاعت السبور فتلاقي كل شوية بوريك. شايفين القطعة دي حلوة قوي سوى الجو مش مستاهل الحاجة المقفولة كده. شايفين هنا الوا مصوبة اعتقد. ده اللي هو فيه صوبة تمام. الكواليتي جبارة جبارة جبارة. شايفين عارفين يا جماعة الشورت اللي طالعة موضة من اديداس اللي هي واحدة وتحتها حاجة دي. شايفين الالوانات تحفة. شايفين الالوانات شورت كذا لون عجبني اللون ده بس ده كبير عليا. واللون السيموني ده جميل جدا وفي حركة كده جيب في زي حزام كيوت. طبعا في ملون كده ومشجر وحركات وده عاجبني قوي. تاني في الالوانات دي طاقة دي ترابيزة الشورت. نروح نبص على اللي هناك. ما انا لما عيسي صغير كنت اخدتها الوانات. انا بحب الحاجات الفانكي الفرقعة دي. واحدة بتشتري الشوز. انا هنا بدور في المايوهات لان عندنا سويمينج بول الايام. شايفين الكروشيه. طبعا الكروشيه من الحاجات الغالية جدا لانه هاند ميد. شايفين ده جميل ازاي. خلينا ندور على اللي انا عايزاه. طيب شايفين القطعة دي كأنها كده فستان من فوق ومايوه. انا شفته في محل وعجبني وكان غالي جدا. شايفين ممكن حتى ان انتوا تطقموه بالقطعة دي مثلا يعني ميكس اند ماتش. كان غالي جدا هنا ولا اي حاجه. تقدروا يعني مثلا تاخدوا ده وتطقموا مثلا ده عليه بس ده مقاس كبير قوي مثلا. يعني بديكم مثال. شايفين الالوانات. شايفين في حاجات اللي هي بتبقى اطول او اكبر. في ناس بتحب الحاجات المقفوله شويه او متغطيه. شايفين ده وان بيس الوانات. شايفين بقى الالوانات هنا ايه الجمال ده. شايفين الفلاورز. شايفين طب شايفين الديتيلز. والله كيوت حبيت. بس انا مش بحب الهاي ويست ما اعرفش مش بيليق مع جسمي. بيروهات كواليتي جبار والله يا جماعه. كواليتي حلوه قوي. اوه لا لا شايفين كده اوتا دينجرس بالجروسو. عشان نكمل الدينجرس شايفين كيوت عجبني. لو قلت لادي انا اخد دي هيضحك عليا. شايفين دي يا جماعه ده الظهر وده الوش. شايفين حركه. طبعا في اللي هي البراد الداخلية حلوة قوي قوي قوي. ستايل على البحر يبقى جميل جدا. شايفين الجمال ومن ورا كمان متزوقة. اقدم لكم اكبر بيكيني بوتوم بيكيني شفته في حياتي. الجزء الاسفل كبير جدا بس شايفين الالوان. انا بحب نقشة التايجر مع البينك والفلاور ده بس هيوج. انتوا شايفين قد ايه. انا كنت بوريه لادي بقول له يا جماعه كبير قوي. وانا بوريه لادي شفتوا بقى من ورا عامل ازاي عشان يدي الحركه اللي ورا دي.
يعني لذيذة، يعني اللي تلبسه تتدلع يعني تبين الإمكانيات بتاعتها. شايفين الشورت ألوانها حلوة ازاي؟ بحب المكسيك كولر ده قوي. طب شايفين يا جماعة الكياتة بتاعت البيبي؟ شايفين الكياتة؟ ليه الكبار ما عندهمش حاجات كيوت كده زي الصغنانين؟ شايفين المقاس؟ ما هذه الكياتة؟ شايفين؟ يا خرابي على الجمال، حلو قوي. طبعا الجو هنا ما يساعدش، بس ده موضة جدا. شايفين يا جماعة ده سبيدو بس مقاس اطفال، كيوت. شايفين الالوانات؟ لايم وبيربل واورنج من ورا، كيوت، عجبني قوي الالوان. شايفين بقى رحت ترابيزه تانية ما لقيتش اللي انا عايزاه، البيكينيز. شايفين حاجه تحسوها ستايل قديم بس برضه يعني. شايفين القماشه ده فستان، والله كيوت. حبيت المنقط ده بس مش هاخده يعني ما يناسبنيش، بس انا حبيت اللون. شايفين؟ شايفين كيوت دي فساتين. شايفين ده حلو قوي، اللون جميل جدا، وده برضو لونه حلو. شايفين الفستان ده بس هو upside down. لما اخد لفة على الشميزات بتاعة الرجالة بحبها، بس انا في لبس البحر بيبقى حلو تلبسه، وتجيبه شميز كبير زي ده وتلبسه على البيكيني بيبقى لذيذ قوي. شايفين الناس الرجالة عمالين تشتري وانا واقفة عادي بشتري معاهم، مفيش اي مشكلة. ده اطفال وعجبني قوي، شبه الكريسماس ده، بابا نويل، عجبني ده حلو برضه. ودك لونه جميل، ده زي ايس كريم، عجبني حلو قوي بس مش عارف حاسه صغير. ايس كريم، ايس لولي. اتمنى ان هما مش بيتكلموا عليا. وهنا شورتات، لا ما بيتكلموش عليا، بيسالوا على الالوان. شايفين اولد نيفي السويت شورت؟ يجنن يهبل بجد. اسال ادي لو هو عايزه، عجبني جدا لان احنا رايحين اسكتلند فاكيد هيحتاجه، عجبني قوي. شايفين اللون كمان من جوه يدفي. تيشيرت سلاب بام جاست رول جوج شو اي دون نو اتس كيوت. كمان بس والله ده حلو، لونه جميل. لازم اشتري من ديبارتمنت رجالة، بحب. جيت على الترابيزة التانية، عاجبني الألوانات الفلاورز دي يا جماعة، هي كانت موضة أيام سعاد حسني، أفتكر إن مامتي كان عندها حاجات كده، مش عارفة ده لانجري ولا ده إيه بصراحة. ده زي بيزك، جميل أوي. شايفين الألوانات سمول بس أنا أطفال. شايفين الكشكشة من ورا؟ ده حلو قوي زي للنوم كده اعتقد. طب شايفين اللون ده والابيض ده دانتيل. شايفين ده كيوت للاطفال، حبيت. هنا حاجات تانية وده برضو حلو قوي. اوكي لقيت اللون الجميل ده مع الحمالات لسه في الكيسة، كيوت لون جميل. وده شوفه، طبعا لازم امشي دلوقتي لان ادي خلاص اتخنق مني، بس اكيد هاجي هنا تاني. لو عجبكم الفيديو اكتبولي بالكومنتات اصور لكم تاني واقول لكم انا اشتريت ايه، ده حلو قوي. هجرب بقى الحاجات اللي انا اشتريتها يا جماعة. انا هنا شايفين قطريه. هجرب الحاجات اللي انا نقيتها واقول لكم في البيتش باج انا اخترت ايه. اشتريت يا جماعه لبس يوجا
هبقى اوريكم الصور. شريت القطعتين فين بقيت الحاجات؟ هنا شريت دول شمس قوية. شريت القطعتين دول. شريت لبس اليوجا ده. شايفين الناس بجد كتير قوي. خلصت الشوبينج يا جماعة، وقولوا لي لو انتوا بتحبوا النوعية دي من الفيديوهات. انتوا عارفيني تلقائية وبقول لكم عادية في الفيديوهات بتاعتي، بقول لكم بصراحة انا بشتري منين. ما بشتريش براندات، مش محتاجة. يمكن الحاجة الوحيدة اللي بشتريها براند او حاجة هي الجزم، يعني عندي جزمة او اتنين بس، برضو بشتري لو في حاجة رخيصة بشتريها. بس جزم الجري، جزم الرياضة لازم تكون حاجة حلوة كواليتي عالية، عشان طبعا راحة الجسم تبدأ من الرجلين. اصلا انا باجي بلعب رياضة، ادي زهق مني عشان قعدت بتاع ساعة. شايفين الناس؟ فانا بصراحة اتبسطت وعايزة اشتري حاجات تانية كتير. الحاجات اللي انا اشتريتها لبس اليوجا، القطعة اللي انا قلت لكم عليها الاول قطعتين 150 بيسو. يعني بصراحة هي الماركة اصلا ممكن تعدي 3000، يعني 100 دولار ولا حاجة، او 150 دولار، معرفش الاسعار كام. whatever، ما يهمنيش براند، اهم حاجة الحاجة تكون حلوة عليا، مريحة. قبل ما تكون حلوة عليا تكون حاجة مريحة، وانا مبسوطة ان انا اشتريت. let's go. ادي عايزة برضه اوريكم يا جماعة الشنطة اللي انا جبتها سكند هاند. هي شنطة معرفش للبحر وتنفع للايربورت. جميلة قوي، لانها هي جزئين، جزء من تحت هنا هفتحه لكم اوريكم تاني كده، اللي هو بيتفتح لتحت. ميزتها ان ده يعني بيحفظ درجة الحرارة، فلو مريحين البحر ومعاكم مشروبات وعايزين تخلوها ساقعة، الشنطة دي حلوة. وكمان الكتاب ده جبته سكند هاند، عامل تقريبا 30-40 بيسو. سكند هاند 3 في 1، جرامر وفيربس وفوكابلوري. عجبني قوي عشان تبقى من جوه. شايفين الديتيلز؟ عجبني قوي. شايفينها يعني من جوه بقى السوست عادية، الناحية التانية جزئين عادي كده. شايفين؟ كيوت، حبيت سكند هاند. طبعا يعني بحترم اي حاجة يكون فيها سوستتين عشان اقفل من هنا وانا ما اتزللش. شايفين؟ حبيت حبيت حبيت. جينا عندنا في كافيه شوية، لان ادي لما قعد استناني الجو كان حر قوي فسخن مني، فقال لي تعالي نقعد في كافيه. شايفين الكافيه على الجنينة؟ حبيت. اسمه بونجور مدام، حاجات فرنش.